يا مساء الخير. يا مساء الفل. نرمين النمر مش كده؟ اه بالظبط. ازيك يا نرمين؟ الحمد لله. ايه الحاجه الحلوه اللي انت عاملاها دي؟ يعني كانت فكره مجنونه والحمد لله. يعني هو كل الافكار المجنونه بتصيب بالظبط، بس بتحتاج شويه تخطيط يعني وشغل كتير. تخطيط وشغف وسهر وليالي وشغل يعني. طيب احنا بنحكي لكم يا جماعه عن نرمين النمر، مؤسسه موقع الحريفه. وموقع الحريفه دلوقتي عليه متهيألي الاف من الناس، صح؟ اكتر من 40,000 مستخدم. حلو قوي. انت عملتيه كموقع ولا كابلكيشن؟ موقع الكتروني عشان الناس بتشتغل من خلال اللابتوبس او الكمبيوترز اكتر. اوكي، واحكي لي بيخدم انهي قطاع من الناس؟ هو موقع للتوظيف بشكل عام ولا لفئه معينه؟ احنا مركزين على التوظيف الحر المستقل الفريلانسرز والعاملين عن بعد اونلاين من خلال الانترنت. حلو قوي. يعني مثلا يعني انا عايز حد يعمل لي تصميم، عايز حد يعمل لي يترجم لي مقال، حاجات شبه كده اللي هي شغلانه هتتعمل بسرعه وخلاص. برمجه؟ لا مش لازم بسرعه، ممكن برمجه تقعد شهور وفي بروجكتس تقعد سنين، بس هي مش موظف في الشركه. حلو قوي. بيشتغل من اي مكان في اي زمان. مش مرتبط بمكان محدد او وقت محدد.